وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. أهلا ومرحبا بك دكتور، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك علينا وعليكم جميعا. دكتور، أنباء عن صفقة أمريكية تمنح بغداد استثناء مع عقوبات إيران مقابل استثمارات في العراق، برأيكم هل هذه الصفقة يمكن أن تثني الحكومة في بغداد عن استخدام إيران لها للتهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران؟ يعني حقيقة هي نوع من أستطيع أن أقول هي لعبة متبادلة ما بين الطرفين. إيران من سمح لها بالتغلغل في العراق غير أمريكا، والذي يحكم في العراق من جاء بهم أمريكا. الضغوط الأمريكية لتغيير الوضع السياسي في العراق باتجاه يخدم مصالحها هو السائد من 2003 ولحد الآن. سمحت للميليشيات وسمحت للأحزاب التابعة إلى إيران بالتغلغل وباستلام كل المسؤوليات، سواء من مجلس رئاسة الوزراء إلى قيادة الجيش إلى قيادة الميليشيات تحت غطاء أمريكي وأمام أعين الأمريكان. فما يحصل الآن وعادل عبد المهدي يتعرض إلى ضغوط أمريكية، أنا أعتبر كل هذه نوع من أنواع التسويف. الولايات المتحدة الأمريكية لو أرادت فعلا أن تضغط بشكل حقيقي لاستطاعت أن تحقق ما تريده بالعراق، ولكن هي من مصلحتها الآن استمرار الوضع على ما هو عليه، تدمير البنى التحتية للعراق، تأجيج الصراعات الموجودة سواء كانت طائفية أو عرقية. ولذلك نشعر الآن العراق هو دولة ضعيفة جدا، دولة مفككة. تستطيع إيران الآن أن تفرض سيطرتها بشكل كامل من 2010 ولحد الآن. إيران هي التي تتسيد على قرارات العراق سواء كان في الاقتصاد أو في السياسة. إذن ماذا بشأن الشكوى التي قدمها عادل عبد المهدي لألمانيا وفرنسا في أثناء زيارته الأخيرة، يعني بأنه يتعرض لضغوط أمريكية للوقوف بالضد من إيران؟ أنا أعتقد ما يعني أنا لا أعتقد أن هذا العمل أنه هو يتعرض إلى ضغوط وهو يرغب بمواجهة أمريكا. معروف أنه الجميع هم خاضعين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى نفوذ إيران، والنفوذ الإيراني مستمر بإرادة أمريكية. لو أرادت أمريكا فعلا أن تفرض سيطرتها بشكل كامل وتفرض قوتها لاستطاعت أن على الأقل أن تخرج الميليشيات، أن تحجم الميليشيات. الميليشيات مثل ما ذكر تقريركم أنه تتسلح بأسلحة أمريكية. الميليشيات خلال السنوات الماضية كانت تحت غطاء جوي أمريكي، تتحرك في الموصل، تتحرك في فلوجة، تتحرك في كل مكان. أنا لا أعتقد أن هناك صراع أمريكي إيراني بالمستوى المطلوب، وإنما هناك خلافات هنا وهناك. ولكن لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحسم أمرها في العراق وتضغط على الحكومة، الحكومة هي غير قادرة على مواجهة أمريكا لصالح إيران. نعم، في السياسيين الموجودين انحيازهم وإيمانهم وتبعيتهم إلى إيران هي أقوى من تبعيتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يبحثون بكل الوسائل عن مخرج لإنقاذ إيران قبل إنقاذ العراق. طيب، إلى أي مدى ترون أن عادل عبد المهدي في شكواه هذا يحاول إنشاء محور داعم لإيران في ظل حاجة أوروبا لإيران نفطيا على الأقل؟ لا أعرف أنا هذه الشكوى وطبيعة هذه الشكوى، لأن لم أقرأ أي تصريح للمسؤولين الألمان أو الفرنسيين عن وجود مثل هذه الشكوى. هي تسريبات إعلامية، يعني لا أعتقد أنه هي شكوى رسمية بالمعنى الحقيقي. طيب، صحيفة واشنطن بوست قالت في تقرير لها إن إيران تقوم بحملة لتوسيع نفوذها الديني في العراق، إلى أي مدى هذا الخطاب الديني الطائفي يؤثر في قرارات شركاء العملية السياسية أو ما تسمى بالعملية السياسية في العراق؟ من 2003 الولايات المتحدة الأمريكية فتحت حدودها أمام إيران، وكنا نتذكر كيف استطاع محمد باقر الحكيم أن
يدخل العراق برتل من مجموعة من السيارات ورتل من الميليشيات، ونفس الشيء بالنسبة إلى منظمة بدر بأسلحتها بدأت تستعرض. في الأيام الأولى الولايات المتحدة الأمريكية سمحت للخطاب الديني وتسييس الخطاب الطائفي، والدستور العراقي والمحاصصة الطائفية منحت أغلبية للتوجه، خلينا نقول بالاسم، التوجه الشيعي داخل العراق. منحت الشيعة أغلبية في كل شيء، منحتهم القوة، منحتهم مجلس رئاسة مجلس الوزراء الذي يسيطر على القرار في العراق. إذا الولايات المتحدة الأمريكية هي من سهلت دخول العناصر التابعة إلى إيران، وهي اللي سمحت بالتغلغل الإيراني. وخل نرجع إلى الوراء قليلا، أحمد نجادي لما زار العراق في 2007 زار بحماية أمريكية، وصل من المطار إلى المنطقة الخضراء ترافق طائرتين الهليكوبتر كانت أمريكية. إذا التنسيق مشترك. نعم، كان معنا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقية الدكتور فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لك.